السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفضاء، فضاء النشاط العلمي للسنة السادسة ابتدائي، طبعة 2020. إذا اليوم عندنا الدرس الأول في الوحدة الأولى حول تصنيف المادة وخصائصها وتغيراتها. إذا اليوم سنتطرق لدرس الهواء من حولنا. إذا في حصتين سنجمع هذا الدرس في حصتين، حصة أولى وحصة ثانية، في الصفحتين 13 و 12. إذا ننتقل إلى الصفحة 12 و 13 لنبدأ هذا الدرس المتعلق بالهواء من حولنا. إذا هدفي هذه الحصة، ما هي أهداف هذه الحصة؟ أن يحدد المتعلم مكونات الهواء. إذن يعني من ماذا يتكون الهواء؟ في آخر الحصة يعني المتعلم خصو يكون عنده القدرة أنه يعرف شنو هما المكونات ديال الهواء، ثم أن يحدد خصائص الهواء الفيزيائي. اون فرونسي لي زوبجيكتيف ايدونتيفي لي كونستيتيون دو لير، يعني لي كونستيتيون دو لير هما مكونات الهواء، ولي بروبريتي دو لير وخصائص الهواء. إذن هذا هو الهدف، أو هذين هما الهدفين لهذه الحصة. إذا نبدأ بالتساؤل والافتراض. إذا جو مانتيغوج إي جو سيبوز. دونك هنا إلا بدا خصنا ندخلو شوية الفرنسية، لأن حنا مقبلين على السنوات المقبلة، حيت هناك تلاميذ اللي كيمشيو في المسار الدولي، يعني غادي يدرسو الفيزياء باللغة الفرنسية وعلوم الحياة والأرض، لأن لهذا تم إدراج اللغة الفرنسية في هذه الكتب. إذا نقرأ هذه المسألة وهذه الوضعية. وضع أحمد كرتين متماثلتين في كفتي ميزان، إحداهما منفوخة، إذن هذه الكرة منفوخة والأخرى غير منفوخة، والكرة اللي على اليمين في الكفة الثانية غير منفوخة. فسألته خديجة عن سبب اختلال توازن الميزان. إذن هنا لماذا اختل التوازن؟ إذن هنا هما جوج كرات، يعني عندنا نفس الكرة، ولكن التوازن اختل الجهة ديال الكرة المنفوخة، يعني الإبرة اتجهت للجهة ديال الكرة المنفوخة. ماذا يعني هذا؟ إذا شنو هو السبب بطبيعة الحال اللي خلى الكرة كتميل، أو لا الكرة التوازن يختل إلى جهة الكرة المنفوخة؟ بطبيعة الحال أن الكرة بداخلها هواء، بداخلها هواء، بمعنى أن الهواء الذي يوجد داخل الكرة المنفوخة لا يمكن أن نهمله، أكيد عنده وزن وعنده كتلة. إذن حنا كنقولوا الكتلة، إذن هاد الكتلة هي اللي خلات أن هاد الهواء الموجود داخل الكرة هو اللي خلى أن الميزان يختل إلى جهة الكرة المنفوخة. إذن هنا السؤال، شنو التساؤل اللي غادي نطرحه؟ الفرضيات. إذن التساؤل اللي هناك من يسأل عن التقصي، ماذا نعني بأسئلة ماذا نقصد بالتقصي؟ التقصي هو أن نطرح سؤالا، إذا التساؤل اللي غادي نطرحه تساؤل أو تساؤلات، يمكن أن يكون تساؤلا ويمكن أن يكون تساؤلات. إذا نقدر نكتفي بسؤال واحد. إذا السؤال اللي غنطرحه، هل إذا ما هي، أو ما هي خاصيات الهواء؟ ما هي خاصيات الهواء؟ ويمكن نطرحوا سؤال آخر، ما هي مكونات الهواء؟ ما هي مكونات الهواء؟ إذن من بعد ما طرحنا دابا الأسئلة التساؤلات، دابا غادي نديرو بعض الافتراضات. إذن هناك من يسأل عن التقصي، التقصي شنو هو؟ التقصي هو أن نطرح تساؤلات ونحطو افتراضات، وهاد الافتراضات يعني شكون اللي غادي يحط هاد الافتراضات؟ المتعلمين داخل القسم غادي يبداو يفترضوا إجابة على هذه التساؤلات. غادي يقولوا مثلا من خاصيات الهواء مثلا الانضغاط، من خاصيات، إذا هنا غنديروا واحد جوج واحد، يبقاو يجاوبوا على حسب توجهاتهم وتعلماتهم السابقة ديال السنة اللي مضت. إذا غادي يقولوا الانضغاط مثلا، غادي يقولوا من خاصيات الهواء التوسع، أن ليس له شكل خاص، ليس له شكل خاص. هناك بعض الإجابات اللي غتكون عندهم صحيحة، وهناك بعض الإجابات اللي
اللي غادي تكون خاطئة. مثلا له كتلة، ان الهواء له كتلة وهو ما تبرز هذه التجربة. اذا في الحقيقة خصنا نطرح عن السؤال غير على حسب هذه الصورة. في الحقيقة نهضروا غير على ما هي خاصية الهواء اللي كتبينها الصورة، غتكون هي الكتلة. هذا بالنسبة للسؤال الاول. السؤال الثاني، ما هي مكونات الهواء؟ اذا حسب ما تعلمناه في السنة الماضية، اذا مثلا ان من مكونات الهواء ثنائي الازوت، وكاين ثنائي الاكسجين. اذا كيحطوا التلامذة في افتراضات، ومن بعد كيدخلوا في عملية التحقق والاختبار. كتحط بعض الافتراضات، يقدر تكون عدة افتراضات حسب تمثلات المتعلمين وحسب تصوراتهم لهذا السؤال. ثم بعد ذلك ننطلق في الإجابة على هذا السؤال انطلاقا من هذه الإنجازات، يعني للتحقق. جو فيريفي، يعني كنتحقق، كنختبر ديك الشيء اللي افترضت. إذا نبداو دابا في الاختبار ديال الافتراضات. إذا السؤال، إذا أولا أنجز ألف أحضر كأسا وشمعة ثم أنجز المناولة في الوثيقة اثنان. إذا عندنا الوثيقة اثنان، أوقد شمعة، إذا غادي نشعلوا الشمعة وأغطيها بكأس كما هو في باء، منكوسا كما هو مبين في الرسم، ثم أسجل ملاحظاتي وأستنتج. إذا دابا شنو الملاحظة اللي غادي نلاحظ؟ الملاحظة كنشوفوها في الصورة جيم، هو انطفاء الشمعة. انطفاء الشمعة هادية. إذا هنايا عاوتاني في المنهج الفيزياء ديال الفيزياء والكيمياء وديال النشاط العلمي، كنديرو تجربة وكنلاحظو ثم كنستنتجو. شنو الفرق بين الملاحظة والاستنتاج؟ الملاحظة هو داكشي اللي كنشوف، فاش درنا الكاس على الشمعة تطفات، هادشي اللي شفنا. ولكن شنو هو الاستنتاج؟ خصني انا نفسر علاش تطفات الشمعة. اذا هذا هو الاستنتاج، خصني نفسر علاش الشمعة ما بقاتش مشتعلة. هذا هو دابا بعد ايقادها خصها تبقى. اذا هنا شنو غادي نستنتجو؟ غنستنتجو من خلال علاش تطفات الشمعة، نفاد اذا الاستنتاج ديالنا نفاد ثنائي الاكسجين الموجود داخل الكأس. ماذا يعني هذا؟ ان احنا دابا كنعرفوا بان الاحتراق يحتاج الى ثنائي الاكسجين. الا جبنا واحد القاعه ولا واحد البيت مثلا وشعلنا فيه الشمعه وما فيهاش الاكسجين، ما غاديش تشعل هنا. واخا تعيا تحاول تشعل فيها، راه ما تشعلكش حتى البريكه ما تشعلش. علاش؟ لان ثنائي الاكسجين الموجود في الهواء هو الذي يساعد على الاحتراق، وبالتالي داكشي علاش تطفات لينا الشمعه في هذه التجربه. اذا ننتقل الى باء. يتكون الهواء من عده غازات يشكل فيها ثنائي الازوت ديازوت الجزء الاكبر، وياتي في الرتبه الثانيه غاز اخر نافذه. اذا هنا لاحظوا جيدا، نافذه فانطفات الشمعه. اذا هو اللي تقاضى، الغاز اللي تقاضى هو غاز ثنائي الاكسجين، لان الهواء الا خدينا واحد 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 يعني واحد الجزء من الهواء، غادي نلقاو فيه ثنائي الاكسجين O2، وغادي نلقاو ثنائي الازوت N2. ولكن ثنائي الازوت هو اللي موجود بكثره. اذا هذا ثنائي الازوت وهذا ثنائي الاكسجين. اذا هنايا علاش تطفات الشمعه دغيا؟ لان ثنائي الاكسجين قليل في الهواء، كيمثل يلاه 20% ولا 21، وثنائي الازوت هو اللي موجود بكثره كيمثل 78%. اذا هذا هو اللي بغاو يقولوا لنا فهاد باء. اذا احلل هذا المعطى استعانه بالشكل التمثيلي. اذا وثيقه 3 كتبين لنا، شوف لاحظوا جيدا، الازوت فعلا لونه ازرق، داكشي علاش داروه بالزرق، وثنائي الاكسجين لونه احمر في الطبيعه، داكشي علاش داروه بالاحمر. اذا السؤال، اسمي الغاز الذي نفذ فانطفات الشمعه. اذا الغاز الذي نفذ هو ثنائي الاكسجين، هو اللي تقاضى حيت قليل في الكاس هنايا، كان قليل، وداكشي علاش ما خلاش الشمعه اشتعلت بزاف، دغيا تطفات. السؤال الموالي، اكتب
كلمة ثنائي الأزوت في المكان المناسب في الشكل التمثيلي. إذا هذا الجزء اللي بالأزرق اللي كيمثل 78% هو ثنائي الأزوت. إذا خصنا نكتبوه هنايا وأكتب كلمة ثنائي الأكسجين في المكان المناسب من الشكل. إذا هذا هو ثنائي الأكسجين، هو الذي يساعد على الاحتراق. إذا دابا هنا عرفنا جوج حوايج، خدينا جوج معلومات. خدينا المعلومة الأولى بأن الهواء كيتكون ثنائي الأزوت وثنائي الأكسجين وغازات أخرى النسبة ديالها ضئيلة بحال ثنائي أكسيد الكربون، غاز الأوزون إلى آخره، داكشي قليل. إذا هنايا المعلومة الثانية اللي خديناها بأن ثنائي الأكسجين مهم للإحتراق، باش يوقع الإحتراق خصنا ثنائي الأكسجين. إذا أحدد نسبة الغازات المكونة للهواء. إذا الغازات المكونة للهواء هي ثلاثة، كاين عندنا ثنائي الأزوت ويمثل 78%، ثم عندنا ثنائي الأكسجين ويمثل 21%، وغازات أخرى تمثل 1%. والغازات الأخرى يعني كما قلنا فيها ثنائي أكسيد الكربون، فيها أكسيد الكربون غاز سام، فيها غاز كلورو الهيدروجين، هناك غازات كثيرة جدا ولكن نسبتها ضئيلة في الهواء. إذا هذه هي النسب ديال الغازات، يجب حفظ هذه النسب هذه لأنها مهمة. إذا ننتقل إلى ثانيا أجرب بواسطة أنبوب مطاطي أصل كرة بقارورة ملئت ماء ونكست في حوض به ماء. إذا هنا غادي نفهموا التجربة، عندنا قارورة منكوسة ومملوءة حتى لهنا، إذا هاد القارورة معمرة بالماء حتى لهنا، وحنا خدينا واحد الكرة والكرة منفوخة. علاش منفوخة؟ باش ينتقل الهواء من الكرة للقنينة، وخدينا الأنبوب ودخلناه لداخل. دوك الأنبوب راه جاي من هنا وداخل حتى لداخل ديال القنينة، وصل حتى لهنا. علاش؟ باش غادي ينتقل الهواء من الكرة إلى القنينة. إذا أنقل الهواء من الكرة إلى القارورة وسجل ملاحظاتي ثم استنتج. إذا نبدأ بالملاحظات، شنو غادي نلاحظ؟ غادي نلاحظ انتقال الهواء من الكرة إلى القارورة ونزول مستوى الماء. مني غادي يدخل الهواء هنا وغادي يحتل هذا الفضاء ديال القارورة، الماء غادي يخرج، لان ما يمكنش حنا، هذا يعني ان للهواء، الهواء يعني عنده واحد كيشد حجم الهواء، ماشي شي حاجه مهمله. والا الا بقينا كنزيدو هنا الهواء يبقى الماء هكا، لا، خص الماء يهبط. وبالتالي اذا شنو غادي نستنتجو؟ غادي نلاحظو احتلال، نسميه احتلال الهواء مكان الماء في القارورة. اذا الماء، الهواء غادي يبدا يعمر بلاص، يعني يبدا يعمر القارورة حتى اذا ما حد الهواء كينتقل من هنا لهنا. اذا هذا بالنسبة للملاحظة. بالنسبة للاستنتاج، شنو غادي نستنتجو؟ نستنتج ان الهواء كان في الكرة عنده واحد الشكل وعنده واحد الحجم، ومن بعد ولا عنده شكل وعنده حجم. اذا هنا كنستنتجو بان ليس للهواء لا شكل خاص ولا حجم خاص. اذا شنو غادي نستنتجو؟ ليس للهواء شكل خاص ولا حجم خاص، يعني ان الهواء ما عندوش واحد الشكل خاص. بحال مثلا الا خدينا هذا الفلوريسون، هذا الفلوريسون عنده شكل خاص، هكا كنشوفوه دائما، ما غاديش يتبدل. ولكن الا خدينا واحد الكميه ديال الهواء، ما كتاخذش شكل خاص وما كتاخذش حجم خاص. علاش؟ لان الهواء يتميز بالانتشار، الهواء حيث هو مشتت،
ماشي بحال الاجسام الصلبه. الاجسام الصلبه كتميز بحال هذا القلم، عنده شكل خاص هكا كنشوفوه دائما، كديرو في لاتروسه، كديرو في الشكاره، كتحطو كتهزو، كيبقى هو هو. اذا عنده شكل خاص وعنده حجم خاص. اذا هذا ما نستنتجه من هذه التجربه. ننتقل الى الصفحه 13. اذا الصفحه 13 من الحصه الثانيه. اذا ثالثا، احضر محقنه ان سورانغ ثم لم تستعمل من قبل، وانجز المناولات التاليه. اسحب المكبس، اذا المحقنه هي هذه والمكبس هو هذا الجزء اللي كندفعوه وكنجروه الى منتصف المحقنه الوثيقه الف 5. اذا غادي نسحبوا المكبس، حتى دابا المكبس كيكون واصل حتى للقاع، حنا غادي نسحبوه حتى لهنا. احكم اغلاق فوهه المحقنه باصبعي، وغادي نضغط بصبعي على المحقنه، غادي نسد يعني الفوهه، اسد الفوهه. فاش غادي نسد الفوهه اضغط على المكبس جيدا، اذا كما هو في باء. اذا هنا لاحظوا هذا الشخص ضغط على المكبس، كان يعني كان المستوى ديال المكبس هنا، دابا ولا هبط يعني رجع، يعني ولاني هو دا سد بيدو، راه ما خلاش المحتوى الداخلي ما خرجش. يعني شنو هذا بالنسبه للتجربه الاولى. من بعد احرر المكبس من الضغط، من بعد غادي نطلق المكبس. مني غادي نطلق المكبس، المكبس غادي يرجع. اذا في البدايه كان هنا، من بعد هبط، من بعد رجع، اذا رجع للوراء الراس، ونحن غالقون الفوهه ديال المكبس. اذا ومن بعد غادي نزيد نسحب، مني غادي يرجع لبلاصتو الحاله الطبيعيه ديالو، غادي نزيد نسحب للوراء. اذا من هاد التجارب ما نستنتج، اذا ملاحظات عفوا الملاحظات. اذا شنو الملاحظات ديالنا؟ الملاحظه الاولى ان فاش ضغطنا على المكبس انضغط، اذا المكبس ينضغط عند الضغط عليه، هذه الاولى. اذا الحاجه الاولى ان المكبس كينضغط، ماكي لو ان كان هنا عندنا مثلا الماء ونضغطوا على المكبس، هل سينضغط؟ لن ينضغط. اذا هنا في هذه الحاله ديال الهواء، بحيت عندنا هنا هواء، المكبس ينضغط. ثم الملاحظه الثانيه، عندما يعني حررنا المكبس، عند تحرير المكبس يعود الى مكانه، عند تحرير المكبس يعود الى مكانه الاصلي، يعود الى مكانه. هذه الملاحظه الثانيه. والملاحظه الثالثه ان المكبس ينسى فاش كنسحبوه، عندما اذا المكبس ينسحب عند سحبه. فاش كنسحبوه يعني كيقبل داك، يعني كيتحرر. لو اننا لو كان مثلا كان عندنا عاوتاني هنا جسم صلب، او جسم بحال الطحين مثلا، او لا السكر مطحون او سنيده او شيء، ما غاديش. وبالتالي هذا يعني، اذا من خلال هذا الملاحظات ماذا نستنتج؟ كيف نفسر ذلك؟ نفسر ان الهواء عنده جوج خصائص. اذا الهواء عنده الخاصيه الاولى انه عنده قابل للانضغاط، عكس مثلا واحد السائل الا بغينا نضغطوا عليه ما غاديش يتضغط. ثم قابل للتوسع. ما الذي يثبت انه قابل للتوسع؟ فاش حررنا المكبس رجع لبلاصتو، فاش زدنا سحبناه تسحب، هذا يعني ان الهواء قابل للتوسع. دونك هذو هما الخصائص اللي استنتجناهم من هذه التجربه. اذا ننتقل الى جيم. بواسطه ميزان الكتروني اقيس كتله كره منفوخه. اذا هنا خدينا واحد الكره منفوخه، وفاش وزناها لقينا الكتله نتاعها 288.9 غرام. افرغ جزءا من الكره الموجوده في الكره، افرغ جزءا من الهواء الموجود في الكره. غناخذوا الكره وغادي نقصوا منها الهواء.
ثم أقيس كتلة الكرة من جديد، ومن بعد غادي نقيس الكرة من جديد. إذا شحال كانت عندنا الكتلة في البداية؟ كانت عندنا 288.9، ومن بعد ولات الكتلة 287 غرام. إذا هنا شنو غادي نديرو عملية الطرح، نديرو 9 ناقص 0 9، 8 ناقص 7 عفوا ما كاينش هذه، 8 ناقص 7 1. إذا 1.9 الغرام، يعني أن الهواء اللي خرج من الكرة الكتلة نتاعو هو 1.9 الغرام. إذا ماذا نستنتج؟ نستنتج أن للهواء كتلة، يعني كما شفنا في البداية ديال التجربة ديالنا، عندما وضعنا كرة منفوخة في ميزان مع كرة غير منفوخة، فلاحظنا أن الميزان اختل إلى جهة الكرة. هذا يعني أن للهواء كتلة، أن الهواء ليس شيء مهمل، ماشي شي حاجة اللي عديمة الكتلة، وإنما عنده واحد الكتلة، وحنا بيناها في التجربة. هذه التجربة التي تبين أن من خصائص الهواء أن له كتلة. إذا ننتقل إلى استخلاص، نقرأ هذا الملخص. إذا هنايا داكشي اللي تعلمنا اليوم، شنو تعلمنا؟ أن الهواء خالط، يعني ما فيش مكون واحد، الهواء خالط. إذا هذه معلومة مهمة، أن الهواء خالط ويتكون من حوالي 78% من ثنائي الأزوت، 21% من ثنائي الأكسجين، و 1% غازات أخرى. إذن هذه شنو كنسميهم؟ هادو مكونات الهواء. إذن هادو هو السؤال اللي طرحنا في الفرضية في بداية الحصة. إذن خلال بداية الحصة قلنا ما هي مكونات الهواء، وكنا افترضنا بأن ثنائي الأزوت وثنائي الأكسجين. دابا غادي نزيدو غازات أخرى ولكن نسبتها ضئيلة. إذن هذا الافتراض الأول احنا جاوبنا عليه. ثم هنا يبقى لنا الخصائص، أن الهواء ليس للهواء شكل خاص وثبتناه خلال التجربة، ولا حجم خاص، قابل للتوسع فاش درنا تجربة المكبس، وقابل للضغط كذلك فاش درنا ضغطنا على المكبس، هنا فاش جرينا المكبس وهنا فاش ضغطنا عليه. إذن هذه الخصائص ديال الهواء، كاين عندنا ليس له شكل خاص ولا حجم خاص، قابل للتوسع، قابل للانضغاط. خلال الانضغاط يتقلص حجم الهواء ويرتفع ضغطه، وفي التمدد يحدث العكس. إذن هنايا حنا لاحظنا عاوتاني في المكبس فاش كنضغطوا عليه كيتقلص الحجم نتاع الهواء، وكيتمدد فاش كنوسعوه ويرتفع ضغطه. إذن كيتقلص الحجم وكيرتفع الضغط، وخلال التمدد كيوقع العكس. ماذا يعني العكس؟ بأن يتمدد حجم الهواء وينخفض ضغطه. ثم من خصائص الهواء أن له كتلة كما بينا في التجربة الأخيرة. ثم يلعب ثنائي الأكسجين دورا مهما في عملية التنفس عند الكائنات الحية. إذن هذه معلومة، أن ثنائي الأكسجين نسبته 20% في الهواء. داكشي علاش؟ لأنك تحتاج الكائنات الحية للتنفس. زائد معلومة أخرى، بأن ثنائي الأكسجين هو الذي يساعد على الاحتراق. لو كان ناخذ دابا الكرة الأرضية ونخلي ونحذفوا منها ثنائي الأكسجين، ما غاديش تكون العافية في الأرض، ما غاديش نقدروا نشعلوا النار، لأن الاحتراقات كلها الذي يساعد عليها هو ثنائي الأكسجين المتواجد في الهواء. زائد أنه إذا كثرنا من ثنائي الأكسجين في الأرض غادي يوقعوا احتراقات كثيرة. فالله تعالى فاش دار 20% راه عرف بأن غنحتاجوا 20% أو لا 21% من الهواء من ثنائي الأكسجين. لو كان دابا 50% ثنائي الأكسجين غادي يوقعوا احتراقات كثيرة، لأن غادي يكون ثنائي الأكسجين متوفر بكثرة. إذا ننتقل إلى أطبق وأستمر. دونك هنايا عندنا السؤال الأول، أحدد خاصية الهواء التي تثبتها كل تجربة. عندنا هنا 4 ديال التجارب A B C D، وعندنا حتى هذه تجربة بالفرنسية. إذا التجربة الأولى من خلالها غادي نعرفوا شنو هي الخاصية ديال الهواء من خلال تلك التجربة. إذا نقراو التجربة. أدخل فوهة قارورة في فوهة نفاخة ثم أسخن القارورة. إذا هنايا غادي ناخذ إذا كما هو هنا، إذا غناخذ
غادي ندير الفوهه ديال النفاخه في الفوهه ديال القنينه وغادي نسخن القنينه. اذا شنو غادي يوقع؟ غادي يعني ستصبح النفاخه منفوخه. اذا شنو الخاصيه ديال الهواء هنا؟ ان الهواء يعني قابل للتمدد، يعني قابل للتمدد، وعندما يتمدد شنو كيوقع؟ إذن قابل للتمدد، زائد أنه يرتفع يزداد حجمه، إذن يزداد حجمه وينخفض ضغطه، وينخفض ضغطه. إذن هنا للأسف ما كاينش مساحة، دونك غادي نكتبو فيه، إلا لقيناش مساحة نكتبو فيه ورقة مستقلة. إذن تجربة بي، أقيس كتلة كرة منفشة يعني مفشوشة كنقولو حنايا، منفشة، ثم أعيد قياس كتلتها بعد نفخها. إذن هنا شنو غادي يوقع؟ غادي تزاد الكتلة نتاعها، ومني غتزاد الكتلة نتاعها كما شفنا في التجربة السابقة، يعني حنا في التجربة السابقة كانت منفوخة وفشيناها، دابا غادي تكون مفشوشة وغنفخوها، إذا ستزداد كتلتها. إذا شنو خاصية الهواء؟ أن الهواء له كتلة، دونك هذه هي الخاصية نتاعو من خلال هذه التجربة. التجربة سي، أدخل فوهة قارورة في فوهة نفاخة بها هواء، ثم أضع القارورة في إناء به ماء بارد. إذا العكس ديال أ، يعني هنا شنو كنقولوا؟ ان الهواء قابل للانضغاط، قابل للانضغاط، ومني كينضغط شنو كيوقع؟ يتقلص حجمه، يعني كينقص، يتقلص حجمه ويزداد ضغطه. هو العكس ديال التجربه الاولى ديال أ. السؤال دي، أسد فوهة المضخة بأصبعي وأضغط على المكبس ثم أرفع يدي. إذن غادي ناخدو مضخة كما درنا في المكبس، غنضغطو نسدو الفوهة ديال المضخة ونضغطو، إذن هنا الهواء قابل للانضغاط، ثم غادي نرفع يدينا غادي يرجع المكبس، إذن في هذه الحالة الهواء قابل للتوسع. إذن هنا شنو هي الخاصية ديال الهواء؟ قابلية الانضغاط وقابلية التوسع، وقابلية التوسع. إذن هذا بالنسبة للأسئلة ديال العربية. بالنسبة للفرنسية، جو غولي ان بالون دو بودغوش او كول دون بوتاي. إذن غادي نربط واحد الكرة الفوهة ديال لابوتي ديال القارورة، puis je place la bouteille dans une cuve contenant de l'eau chaude، يعني غادي نوضع القارورة هي هذه في ماء ساخن. j'interprète mes observations et je conclue. إذن هنايا أن الهواء قابل للتمدد، يعني الهواء يتمدد، يعني شنو كنقولو؟ أن l'air est expansible يعني قابل وفاش كيتمدد الهواء شنو كيوقع؟ son volume augmente، كيزيد، son volume augmente augmente، donc هنايا e augmente et sa pression diminue et la sa pression والضغط نتاعو كينقص diminue. voilà donc excusez-moi على هاد ليسباس ما كاينش. donc هنايا voilà c'est la fin de la séance concernant les composants ou les constituants de l'air. الهواء من حولنا من كتاب فضاء النشاط العلمي للسنة السادسة ابتدائي طبعة 2020.